والله انا اكون صريح معاك، عشان يقولوا لي تشتغل اقول لهم اي استعمل مكبر، بس ما احب المكبر. شغلي يعني يكون هو ميكس بشكل عام، ميكس ميديا او انستليشن، تشكيل مختلف المواد سواء كانت مواد اوليه او مواد معاد تدويرها للوصول لاعمال فنيه. هو بشكل عام من صغري كنت وايد متأثر بالأفلام، بالقصص الخيالية خاصة الأفلام، وكنت كان على القناة الثانية بالكويت يحطون هو الميكينج، كان اسمه سينما ماجيك في برنامج، فكنت دائما أتابع شلون يسوون الأفلام، شلون يسوون المجسمات خاصة المينيتشرز، المباني الصغيرة، السفن الصغيرة. وبنفس الوقت يعني عندي تصورات وحاب أني أطلع أحطها على الواقع، فراح تلقون شغلات غريبة بأعمالي، راح تلقون مثلا أبراج الكويت باني عليها قلعة، راح تلقون يعني مثلا فلاين داتشمان ماخذها من فيلم بحيرتس أوف ذا كاريبيان، بجانب أن أنا وايد أحب الطبيعة، فأحب اللي هو يسمونها الديوراما، فن تصغير الطبيعة، وشون أسوي الأعمال بشكل صغير وكأنها واقعية. أنا إنسان عصبي شرارة بس بشكل عام يعني مثل ما قلت يعني عصبيتي وايد ضايقتني، فاشتغلت على نفسي، والأعمال هذه وايد عدلت بالصبر بالمزاج، صار عندي مثل مكان الهروب له. كان عندي حاليا 4 أعمال محتفظ فيها من المتوسطة، اللي هو عندي سيارة جاكوار مسويها من خيوط وكرتون وسعف نخل، لا تسألين ايش كنت أفكر بوقت المتوسطة. عندي مثلا اللي نعرف فيها حاليا هي الفلاين داتش من سفينة من فيلم بايرتس أوف ذا كاريبيان الثاني، هذه خذتني 3 أشهر شغل، فهذه يعني من الشغلات اللي عرفوني. عندي شارة بونساي خذتني 7 سنين شغل، لأنها كانت شارة صجية بعد 2 سنين ماتت، لأن ما كنت أعرف شلون أسقيها فماتت، ذبحتها بالغلط. بس حاليا عندي العمل اللي هو ورشة تتكون من 3 طوابق، مثل ما تقولين هذا راح يكون المشروع طول حياتي، راح ابدا اسوي مثل مينيتشرز اعمال صغيره واحط بهالورشه. تتكون الدور الاول محل، الدور الثاني ورشه، الدور الثالث اللي هو المكان اللي يسكن فيه صاحب الورشه. بعدين بديت اشوف فن ياباني، اللي هو صار لي يعني 5-6 سنين وانا اتابع هالنوع من الفن، اللي هو تشكيل الاسلاك يسوون منها شير البونساي. شير البونساي هو تقزيم الاشجار الكبيره، فكل الأشجار البونساي اللي تشوفينها هذه لا هي بالأساس أشجار كبيرة، فلها تكنيك إن تقزمينها تسوينها صغيرة. فأول عمل بديت فيه كان واير كهرباء أذكر، يعني خذيته وبطلته 3 فيز، وسويت تقريبا من 600 سلك، بس يعني العمل جدا صغير، يمكن 20 سنتي أو 30 سنتي. بعدين سويت اللي هو العمل الثاني اللي أنا كنت قاعد أجهز له، اللي هو عمل يتكون من 2000 سلك، كل سلك طوله 50 سنتي، يعني بطول توتال 1000 متر، 1 كيلو. الريسايكل بشكل عام معتمد عليه من صغري، ما كنت أروح مثلا أروح السوق ولا أروح المحلات اللي تبيع الكرتون الخام، فكنت مضطر ناخذ كرتون مثلا الزيت يبون البيت ولا التمويل لما يبون الأكل، فأحتاج أني أخذ مثلا الكرتون عليه رسومات لازم أسبقه ولازم أعدل فيه. يعني من صغري تعودت على الريسايكل. مثلا اللي هو العلب اللي هو البطل البلاستيك، عندي لها أعمال حبيت إنه يكون في معنى للعمل، رسالة، فبنيتها بهالطريقة، وحبيت أضيف بيت، لأن دائماً أنا أحب البيوت وأشجار. هذا طبعاً الأشجار اللي تشوفونها الثنتين واللي هني هذا من السفنج، لما أحطه طبعاً شلون أسوي؟ أحطه بالماكينة الفرامة اللحم، كاية ورا تحت موجودة فرامة اللحم، تفرم اللحم، أحط هذا داخل فرامة اللحم، بعدين أخلطها مع شيء غريب صح. حاليا الفتره الاخيره بدات اتوجه لتصغير الاعمال كثر ما اقدر. السبب الاول ما عندي مكان احطهم فيه، ما اقدر احط اعمال كبيره. السبب الثاني ان يصير لهم جمال احلى، واستانس ان لما اشوفه بعيون الناس ان كانوا شايفينها بشكل بالانستغرام او مثل مكان الاماكن اللي اعرض فيها، بعدين يشوفونها بالواقع يشوفون حجم ثاني. والسبب الثالث سهوله البيع، كل عمل صعب، ما في عمل سهل، يعني كل عمل شيء جديد مستحيل أكرر العمل مرة ثانية، فكل عمل راح يكون تحدي، راح يكون في تركات جديدة، راح يكون طريقة الصبغة غير، وقاعد أحاول أطلع أفكار ثانية، وما أحب أسوي الأعمال نفس الشكل، فكل عمل عندي فيه له تحدي. المعدات طبعاً راح تشوفون ورشتي تتكون من 40% معدات و 60% مواد خام، لأن أنا أشتغل مختلف المواد، فهذا سبب لي مشكلة، إن راح تلقون عندي الخشب، الورق، الكرتون،
اللي هو البلاستيك، نفس الأكريليك، الفوق يعني الطين، الأسلاك، وكل نوع من هالمواد. مثلاً ما راح أقدر أستعمل منشار للخشب نفسه، راح أستعمله للحديد، لأن يعني السلاح يتغير، التورك يتغير، كل شيء. فيعني هذه المشكلة، يعني هي مشكلة بالنسبة لي بس بنفس الوقت متعة. فهذا الطين اسمه طين الفيمو، أو هو ماركة فيمو طبعاً، سوري، بس هو الطين اسمه بوليمر كلاي، وسهل الناس يستعملونه، لأن هذا يقدرون يستعملونه في البيوت ويحرقونه بالفرن البيت، فيعني وايد مناسب للي حاب يجرب. فبدأ حالياً هذه هبتي اللي أنا هاب في طين الفيمو في تشكيل، بس نحاول نوصلها فيها يعني عن طريق الأعمال رسائل معينة. شاركت مسابقة اللي هو Art of the Camp، يعني كنت شاركت فيها بين 40 مشارك، والحمد لله خذيت المركز الثاني بعمل سيارة GTR بسويها من الكنز. حاليا العمل معروض بالنمسا. من الشغلات هم اللي شاركت فيها معرض ميكر فير، وشاركت معهم حاليا 4 معارض، خذيت مركز الرابع. كل واحد يشوف ولما يبدي إعجابه في العمل أكيد هذا يكون التقدير بالنسبة لي. أنا ماني ناطر تقدير مثلا من جهة ولا هذا، كافي الشخص العادي البسيط لما يوقف ويبدي إعجابه ويتكلم عن شيء، بالنسبة لي هذا هو التقدير. مشاركاتي أول معارض فرقت عن آخر معارض، حتى أن المشاهد أو اللي يجي المعرض نفسه بدأ ثقافيا يتغير من ناحية الأعمال، بدأ يتقبلها. أول شيء كان كنت أسمع كلمة كنت أسمعها، بس الحين بعد 7-8 سنين كثر ما الواحد نفس هذا الشخص قام يقول لي شنو عندك شيء جديد. فهني هم نشوفها شلون صايرة، شكلتها وسويتها على هو طعامة الخوخة. كنت أكل خوخة وبطلتها وطلعت شكلها مثالية، ما في شيء لزق عليها، شكل خلاص هذه.